السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول ثانوي. هنلتقي النهاردة في درس الـ Angle Bisectors and Proportional Parts. طبعا النهاردة هنتكلم على درسين مع بعض اللي هو الـ Angle Bisector والـ Converse بتاعه. طيب يعني إيه Angle Bisector بالراحة كده؟ في البداية إحنا هنرسم Triangle عادي جدا زي أي Triangle، تمام؟ يبقى أنا كده عندي Triangle. الترينجل بتاعنا هنسميه عادي زي أي حاجة A B C، أي حاجة نحبها مفيش مشكلة. دلوقتي لو أخدت أي أنجل من الأنجلز اللي جوه الترينجل وليكن الأنجل A، وليكن الأنجل A، الأنجل دي A دي نقدر نعمل لها بايسكت، يعني نقدر نقسمها بالنص. ممكن نقدر نقسمها بالنص. إزاي نرسم فيها بايسكتور بالشكل ده؟ طب البايسكتور ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن لاين سيجمنت. اللاين سيجمنت عملت إيه؟ عملت بايسكت، يعني قسمت الانجل اي دي لجزئين، الجزئين دول قد بعض، وراحت عملت انترسكشن مع السايد اللي هو البي سي في بوينت معينه وليكن نسميها دي. ده اسمه ايه يا شباب؟ ده اسمه انتيريور بايسكتور. اسمه انتيريور بايسكتور. ليه عمل انتيريور بايسكتور؟ لان هو عمل عمل بايسكت للانجل انترنالي، يعني من جوه. طب الانتيريور بايسكتور الجميل اللي عندي ده ايه الرول اللي انا ممكن اوصل لها؟ والله في تو رولز نقدر نجيبهم. الرول الاولانيه بتقول لي ان اي بي اوفر اي سي ايكوالز، خلي بالك انا خدت السايد ده اي بي اوفر اي سي ايكوالز البي دي اوفر سي دي ايكوالز بي دي اوفر سي دي. طيب هل في طريقه معينه نقدر نحفظ بها الرول؟ الموضوع بسيط جدا. خلي بالك يا جميل، انت مين الانجل اللي حصل لها بايسكت؟ الانجل ايه، صح؟ هتيجي في البروبورشن في الناحية التانية وهتشلي كل A من هنا وتحط مكانها مين؟ ال D. فهقول له ادي D B بدل ما هي كانت A B، وادي D C. يبقى انا بقى عندي A B over A C equal D B over D C. طب دي الرول الاولانية. ايوه دي الرول الاولانية. في رول كمان بتقول اللينث بتاع ال A D، ال A D equals كام؟ والله الـ AD equals، ويروح قايل لي روت كده جميل، والروت ده في ايه؟ في AB times AC minus BD أو DB times DC. يبقى أنا كده عملت الرولز، التو رولز اللي في الحالة الأولانية، اللي هي في الـ exterior في الـ interior bisector، الـ internally bisect بتاع الأنجل. انا عندي الرول بتقول ان الـ AB اللي هو ده over الـ AC equals الـ BD over الـ CD او الـ DB over الـ DC. طيب تمام، عندي ايه كمان؟ في عندي رول بتاعت الـ bisector externally. طيب تعالوا نعمل triangle تاني ونعمل له exterior bisector. ادي الـ triangle عندي دلوقتي يا شباب. انا عندي هنا triangle. triangle الجميل بتاعي ده رسمنا فيه exterior angle، الـ exterior angle اللي هنا. طيب هنعمل ايه كمان في الاكستيرير انجل او في الترينجل الجميل اللي عندنا؟ هنعمل له اكستند للبيز دي كده، مفيش مشكله طبعا تعمل لها اكستند زي ما انت حابب. وبعدين هنعمل اكستيرير بايسكتور بالشكل اللي قدامي ده. يعني ايه اكستيرير بايسكتور؟ يعني عملنا بايسكت للانجل اللي هي اللي بره. يبقى انا دلوقتي لو جيت بصيت هنا هلاقي ان الانجل دي قد الانجل دي. طيب هنسمي الترينجل بنفس الشكل ABC، وهنسمي البوينت دي وليكن E أو D، whatever ما يكون زي ما تسميها سميها. هنقول الرول بتاعتنا نفس الرول اللي فاتت AB over AC. أنا خدت التو سايدز اللي حوالين الأنجل اللي حصل لها بايسكت. طب هتقول لي الأنجل دي بره، مفيش مشكلة، الأنجل الداخلية في الترينجل اسمها إيه؟ الأنجل A. يبقى التو سايدز اللي حواليها اللي هم AB و AC equals، وهنشيل الـ A ونحط مكانها الـ E، فهتبقى EB over EC، EB over EC. طيب بنفس الطريقة برضو نقدر نجيب اللينث بتاع الـ AE اللي هو هيبقى equals root. طبعا أنا المرة دي هقلب، أنا المرة اللي فاتت كنت بقول side times side over the part times the part، side times side أهو side times side over the part times the part. هنا هنقول العكس، يعني هنقول الـ part times the part اللي هو EB times EC minus AB times AC. وبكده يبقى احنا اخدنا
الرولز بتاعت الانتيريور بايسيكتور والاكستيريور بايسيكتور والاكستيريور بايسيكتور. طيب تعالوا نشوف الشكل بتاعنا او ايه شكل المسائل هيبقى عندنا ايه. طبعا دي الرولز زي ما احنا شايفين مكتوبة اللي هي الانتيريور بايسيكتور والاكستيريور بايسيكتور، كتبنا الرولز بتاعتنا اللي احنا استنتجناهم، وكمان المفروض ان احنا نعرف الرول بتاعت ال AD ازاي نجيب اللينث بتاعه. تعالوا نشوف الاكزامبلز بتاعتنا بتبدأ ازاي. اول حاجة بيقول لي اذا كان عندي هنا ABC is triangle وال AD is bisector يبقى then find ال CD وال BD وال AD. تعالوا نطبق الرولز بتاعتنا بشكل مباشر. اول حاجة واشهر فكرة في الدرس كله انه بيديني السايد ده كله وانا معرفش الجزئين دول كام وكام. احنا اتعلمنا من شابتر 1 ان دايما لما يكون في عندي 2 بارتس وانا مديني التوتال هسمي واحد منهم X وواحد التوتال ماينس الـ X يعني 7 ماينس الـ X. كده اقدر اطبق الرول، هقول له since ان الـ AD bisector يبقى therefore الـ AB over الـ AC equals mean الـ BD over الـ CD. طب يلا نطبق الكلام ده. الـ AB اللي هو 8 over الـ AC اللي هو 6 equals الـ BD يا شباب احنا سميناه مين؟ X over 7 minus X. كده نعمل cross multiplication يبقى على طول هيبقى عندي 6X equals 8 times 7 56 minus 8X. طبعا هتجيب لي الـ 8X هنا تبقى 14X عشان دي هتيجي تبقى positive equals 56. يبقى therefore ال x equals 56 over 14 اللي هو equals كام يا شباب؟ 4 سنتيمتر. يبقى أنا كده عرفت إن الجزء ده 4 سنتيمتر والجزء ده 7 minus 4 اللي هو 3. يبقى أنا على طول عندي يلا نقول أول حاجة ال BD equals 4 سنتيمتر، ال CD equals 3 سنتيمترز. الطبيعي ان هو اكيد سأل على مين؟ سأل على الـ AD. يلا نجيب الـ AD بالرول بتاعتها، هي الـ AD equals مين؟ ده اللي هو البايسيكتور نفسه اللي هو تحت الروت كده، ونقول السايد تايمز السايد يعني 8 تايمز 6 ماينس 3 تايمز 4 اللي هي تطلع كام روت؟ دي 48 ماينس 12 يعني 36 في الاخر تطلع 6 سنتيمتر. كده حلينا السؤال مباشر ما فيهوش حاجة، أهم حاجة نركز وإحنا شغالين ونعرف إزاي بنتعامل مع المشكلات اللي بتقابلنا. شوف السؤال التاني برضو interior bisector سهل وجميل، عايز الـ CD يا شباب على طول عشان أجيب الـ CD هقول له إيه؟ هنقول له إن الـ AB over الـ AC equals DB over DC. طب الكلام ده AB اللي هي كام؟ 3.5 over 7 equals DB اللي هي 3 over CD. طبعا هنعمل cross multiplication يبقى CD equals 7 by 3 over 3.5 اللي هي equals 6 سنتيمتر. بنفس الطريقة هقدر أحل هجيب الـ AD بالرول بتاعة الروت اللي هو كام؟ 7 times 3.5 minus 3 times 6 اللي هي equals كام يا شباب؟ 2.54. تمام يا شباب، يبقى انا كده خلصت والدنيا سهله ما فيهاش مشكله، ما بلاش نعقد نفسنا ونحس ان في حاجه صعبه في الدرس. دلوقتي ده اكزامبل على الاكستيريور بايسيكتور. نعمل ايه على طول؟ هنقول له الرول AB، الرول بتقول AB over AC equals DB over DC. الـ AB اللي هي كام يا شباب؟ اللي هي 9 سنتيمتر over الـ AC اللي هي 6 سنتيمتر equals الـ DB. أنا معرفش الـ DB، لأ عندي الـ DB كلها موجودة بـ 12 سنتيمتر over الـ DC اللي أنا معرفوش كام. يبقى على طول هروح قايل له therefore الـ DC equals 6 by 12 over 9. طبعا 6 اللي هو يطلع 8، اللي هو يطلع كام؟ 8. طيب بعدين انا عندي هنا ايه؟ طبعا انا عندي هنا طالب مني الـ AD اللي هو البايسيكتور نفسه، يبقى الـ AD equals برضو الرول اللي هي بتقول روت الـ part times الـ part. انا طلعت الـ DC بكام؟ بـ 8، يبقى 8 times 12
minus 9 times 6 اللي هي تطلع كم يا شباب؟ root 42 root 42 سنتيمتر. طيب نشوف يا شباب السؤال اللي بعده. قبل ما نشوف السؤال اللي بعده في عندنا هنا remarks مهمة جدا. أول حاجة بيقول لي the interior bisector and exterior bisector of an angle in triangle are perpendicular. إيش يعني هالحكي؟ طيب هنشوف دلوقتي يا شباب هنعمل إيه. أولا أنا هرسم triangle وعمل له interior bisector وexterior bisector مع بعض ونشوف إيه الريليشن اللي بينهم. في التريانجل اللي قدامي زي ما انتوا شايفين كده، تعالوا نرسم interior وexterior bisector وبعدين نشوف ايه الريليشن اللي بين الانتيريور والexterior bisector. يعني انا لو عملت interior يا شباب هنا كده، ده كده interior bisector، وجيت ارسم exterior bisector بالشكل ده كده، معناها انا عندي دلوقتي بقت دي مثلا E ودي D والانجل دي قد دي والانجل دي قد كده. لو لاحظنا او لو حبينا نشوف ايه الريليشن بين الانتيريور والاكستيريور بايسيكتور هنلاقيهم ان هما ايه؟ بيربنديكولار. هنلاقيهم ان هما ايه؟ بيربنديكولار. طب الكلام ده جه منين؟ والله ببساطه شديده جدا، ان انت ممكن تقول ان الانجل دي كلها 180 ودي عملت بايسيكت ودي عملت بايسيكت، يعني الانجل اللي بينهم هي هاف ال 180 اللي هي 90. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي the bisectors angle of the triangle concurrent intersect at one point. طيب ال bisectors of angles of triangle concurrent، يعني لو رسمت bisector من هنا وbisector من هنا وbisector من هنا، الثلاثة يعني هذا ال bisector الثاني وال bisector الثالث، الثلاثة هيعملوا meeting at the same point. يعني لو جينا رسمنا كده اهو، نركز، انا هرسم من هنا bisector وهرسم من هنا bisector. ال 3 bisectors ال internally بيعملوا intersect at one point. طيب دي حاجة كويسة. هنا بيقول لي the exterior and interior bisector of isosceles triangle، ودي كيس مختلفة، خلينا نعمل isosceles triangle ونشوفها عليها. هنا يا شباب عندي isosceles triangle وليكن مثلا ABC. لو انا رسمت الاكستيريور بايسيكتور اللي هو من هنا كده بتاع الانجل اللي بره بتاع الفيرتكس، ورسمت انتيريور بايسيكتور عادي جوه، هلاحظ ان هما بيربنديكولار على بعض. هلاحظ ان هما ايه؟ بيربنديكولار على بعض. طيب احنا قلنا الكلام ده في الريمارك اللي فاتت، ولكن الاكستيريور بايسيكتور ده علشان هو بيربنديكولار على الانتيريور بايسيكتور اللي هو اصلا ميديان وبيربنديكولار على البيز، يبقى هو هيبقى بارلل للبيز، يعني ده وده هيبقوا ايه؟ هيبقوا بارلل. دول 3 ريماركس بيجوا في الاسئله بتاعت الام اس كيو كتير بنتسال. طيب هنا نشوف سؤال تاني بيقول لي ان each of the following find the value of x. ولا حاجه خالص، الموضوع سهل جدا، كل اللي انت تعمله هتروح قايل لي انه 10x plus 4 over 6x equals 9x plus 2 over 5x. محدش فاهم احنا عملنا ايه، احنا قلبنا الرول ولا قلبنا ولا حاجة. انا بدل ما اقول ده over ده equal ده over ده، قلت ده over ده equal ده over ده. ينفع؟ طبعا، لان هو proportion، لان هو ايه؟ proportion. طيب عايزين نكتبها بالشكل العادي برضو ينفع، نقدر نقول له كده ان x plus 4 over 9x plus 2 equals 6x over 5x. دي صح ودي صح. طيب هنعمل دلوقتي ايه؟ هنشيل الاكس مع الاكس عشان نريح نفسنا، ونعمل كروس مالتي ابلكيشن. هنعمل 6 تايمز 9 ب 54x بلس 12 ايكوالز 5 تايمز 10 50x بلس 20. بعدين نجيب الاكسات مع بعض، 54x ماينس 50x ب 4x ايكوالز، وادي 20 ماينس 12 ب 8، يبقى الاكس ايكوالز. ده بالنسبه السؤال الاولاني. السؤال الثاني هو في حاجه مديها لي هنا، مديني ان الانجل دي قد دي، يبقى ده 7، يبقى ده كمان كام؟ 7. من غير ما تتعب نفسك، ما دام ده ايسوسيلس يبقى الجزء ده قد ده، يبقى الاكس ب 4. طب لو حبينا نعمل الرول عادي، هتروح قايل لي 7 اوفر 7 ايكوالز اكس اوفر 4، يبقى الاكس ايكوالز 4. طبعا 4 سنتيمتر ودي 2 سنتيمتر، والدنيا ما فيهاش حاجه،
تخوف، السؤال سهل مفهوش حاجة. تعال نشوف السؤال الجاي، فيه فكرة حلوة وسؤال مشهور شوية في الامتحانات. هنا بيديني تريانجل ومديني السايد ده وده وما ادانيش السايد الكبير ده. طيب هنعمل ايه؟ هو قال التريانجل ده رايت ودي 30 ودي 50، يبقى هروح اجيب ده بالبايثاغورس ثيرم، يبقى سي دي ايكوالز روت 50 باور 2 ماينس 30 باور 2 اللي هي ايكوالز 40 سنتيمتر. طيب دلوقتي انا جبت البي سي كله، يبقى ده كله هسميه ايه؟ هسميه مثلا الجزء ده اكس وده هيبقى 40 ماينس اكس. ليه؟ علشان ده كله في 40. نبدأ بقى نطبق الرول بتاعتنا اللي هي بتقول ايه؟ بتقول 30 over 50 equals 40 minus x over x. نعمل طبعا قبل ما نعمل cross multiplication نشيل 0 مع 0، ينفع؟ ينفع طبعا. يبقى هنقول له على طول 3x equals 4 times 40 5 times 40 200 minus 5x. يبقى نجيب الـ x دي تبقى 8x equals 200، يعني الـ x equals 200 over 8 هي تطلع بكام؟ بـ 25. يبقى على طول ده 25، ولو هو عايز ده كمان نجيب له ده هيطلع 15، هي 40 minus 20. شوف السؤال اللي بعده، يا ريت يا شباب واحنا بنشوف نحل بإيدينا علشان نوصل للحل. هنا بيقول لي في السؤال ده بيقول لي عايز الـ value بتاعت الـ x والـ a دي. طب انا هجيب الفاليو اوف اكس ازاي؟ اولا هو ما قالش ان الاي دي بايسكت، طب احنا نقدر نستنتج ان هو بايسكت؟ هقول له سينس ان الاي اي از انتيريور بايسكتور اند سينس ان الاي اي بيربنديكولار على الاي دي، انا قلت ان هما لو كانوا بيربنديكولار على بعض يبقوا بايسيكتورز، يبقى therefore الاي دي is exterior bisector of angle a. طيب دلوقتي احنا خلصنا، نبدأ نشوف ايه الجيفنز اللي عندنا. انا عندي ده كله 9 وده 12 وده إيه. يبقى انا عندي AB over AC equals EB over EC. الـ AB يا شباب اللي هي 12 over الـ AC اللي هي 6 equals الـ EB اللي هي هنسمي دي كلها 9، يبقى هسمي دي مثلا x ودي 9 minus x، يبقى هنسمي دي 9 minus x زي ما اتفقنا، والسي اي اللي هي x. يلا cross multiplication 12x equals 54 minus 6 times x ب 6x. هنجيب دي هناك تبقى 18x equals 54، يبقى على طول ال x equals 3. يبقى انا كده طلعت الـ x بـ 3، يبقى ده الـ CE equal 3 والـ EB equals 9 minus 3 اللي هو 6. طيب ده كله هو لسه ما قلناش ايه اللي طلبه، هو عايز ده نقدر نجيبه. ده كنا نجيبه بدون ده كله، ولكن انا جبت الـ AD. يعني احنا اللي جبناه ده هو ما كانش طلبه اصلا. طيب تعال نشوف بقى الحاجات اللي هو عايزها. هو عايز ايه؟ هو عايز مني اجيب له ايه؟ عايز مني اجيب له الx اللي هي اللي بره دي. نكتب الرول يلا على طول، اللي هي ab over ac equals انا قلت هنا a يبقى هشيلها واحط دي، فهتبقى db over dc. يعني نبدا سبستيتيوت، ab اللي هي كام يا شباب؟ 12، ac اللي هي 6، الدي بي كلها انا ما اعرفهاش، لا نقدر نجيبها. الدي بي كلها يا شباب ايكوال اكس بلس 1 بلس 9، لان ده 9 وده 1، يبقى ده اكس بلس 1 بلس 9 اهو، اكس بلس 1 بلس 9 اللي هي اكس بلس 10 يعني، اوفر الدي سي اللي هو الجزء ده انا ما اعرفوش اللي هو اكس بلس 1. يبقى انا على طول هنعمل كروس مالتيبليكيشن. قبل ما نعمل كروس مالتيبليكيشن نقدر نعمل سمبليفاي، ودي هتبقى 2 اوفر 1. طيب ودي هنشيلها وتبقى x بلس 10. طيب نعمل ايه بقى؟
multiply 2 times x ب2x plus 2 times 1 ب2 equals 1 times x plus 10 بx plus 10 زي ما هي. هنجيب الx هات مع بعض يبقى 2x minus x equals 10 minus 2 يبقى الx equals 8. يبقى أنا كده طلعت الx. طب لو أنا عايز أطلع الa دي خلاص يا شباب مش أنت طلعت الx بـ 8 أيوة يبقى ده هيطلع بكام يا شباب ده هيطلع بـ 9 ده هيطلع بـ 9. طيب لو أنا عايز أجيب الa دي من الرول بتاعتنا العادية بقى اللي إحنا كنا قلنا عليها هنقول له إن الa دي equals root هل side times side ولا part times part؟ لا البارت الأول، البارت الأولاني ده بـ 18 times 9 minus 12 times 6 اللي هي تطلع equals 10 root 3 sorry 3 root 10 سنتيمتر. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي if AB to AC equals 2 to 3 then BD to BC equals كم to كم. طيب سؤال محلول ولكن خلينا نشوف طريقة الحل. أولا عندي الـ AB أو هكتب الرول بحسب البايسيكت ده بايسيكتور externally يبقى أنا هقول له على طول الأنجل الداخلية بتاعة الترينجل أو الترينجل اسمه ABC يبقى الـ AB على AC equals DB على دي سي. طبعا الـ AB احنا عارفينها هو مديني AB to AC الريشو هنا 2 to 3 يبقى دي 2 over 3 equals DB على دي سي. طيب جميل هو عايز مين بقى؟ عايز DB على BC وانا عندي هنا DB على DC. ركز لي كده على الرسمة شوية كده وانت تفهم الـ DB فين يا شباب؟ اهي دي دي 2 ودي كلها اللي هي الدي سي بكام؟ ب 3 ودي كلها اللي هي بكام؟ ب 3 يبقى الجزء اللي باقي ده هيبقى كام؟ 1 يعني الريشيو هتبقى 2 to 1. نفس الكلام هنطبقه هنا انا عندي هنا السي اي اوفر سي بي ايكوالز دي اي اوفر دي بي over db. طيب عندنا هنا هنعمل ايه؟ هنعمل substitution. ال AC يا شباب بكام؟ ب 3. ال CB بكام؟ ب 7.5 equals ال DB بكام يا شباب؟ ادي ال DB انا معرفوش طبعا اللي هو DB over ال سوري انا قلت دي بي يبقى دي اي يبقى دي اي. احنا قلنا هنا دي بي سوري احنا قلبنا هنا ليه طيب يبقى انا عندي هنا 3 over 7.5 equals وهنا هعمل ايه عادي جدا اللي هي دي اي over دي بي. طيب دلوقتي الراتيو 3 over 7.5 دي اللي هي فيها مين؟ انا هطلع ال DA اللي هو ده كده هنقول ان هو 3 وال DB ده 7.5 يبقى الراتيو between ال DB وال BA كله هي عبارة عن الراتيو between ال DB اللي هو طالبه ب 7.5 وده كله اللي هو 3 plus 7.5 يعني 10.5 لو عملناها على الكالكوليتر في الآخر هتطلع 527. نشوف السؤال اللي بعده هنا بيقول لي سؤال عايزني أنا اللي أرسمه بيقول لي ABC is a right angle triangle at B drawn AD bisect the angle A and intersect the BC at D if the length of BD equal 24 centimeter will be A to AC equal 3 to 5 then the parameter of triangle. طيب أول حاجة إحنا هنرسم right angle triangle. هنا يا شباب عندي right angle triangle هو بيقول لي right at B يبقى أدي ال B
وادي ال A وادي ال C. وبعدين بيقول لي draw ال AD bisect angle A، يبقى أنا هرسم bisector لل angle A and intersect ال BC، وخلي بالك دي line segment يعني جواها add D، يبقى أنا هنا عامل intersect add D. طيب the length of BD، ال BD ده بكام؟ ب 24. طيب حلو قوي. وبيقول لي الراتيو بين ال BA and CA 3 to 5. طب ما هو ما دام ده بايسيكتور يبقى الرول بتقول ان ال BA او ال AB هي هي over AC equals ال BD over CD. طيب جميل جدا. دلوقتي انا الريشو اصلا هو مديها لي ان هي equal 3 to 5. طب البي دي عندي بكام؟ ب 24، يبقى 24 over السي دي، يبقى انا كده قدرت اجيب السي دي، يبقى السي دي يا شباب هيبقى equals 5 by 24 over 3 اللي هي equals 40. طبعا على طول السي دي ده equals 40، يبقى السايد اللي هو البي سي كله البي سي equals 64 اللي هو 24 plus 40. طيب دلوقتي في عندي حاجة تانية مطلوبة، هو عايز البريمتر. طب أنا أجيب البريمتر منين؟ مش ده رايت؟ أيوة يبقى فيها بايثاغورس ثيرم، لكن بايثاغورس لازم يبقى فيه 2 sides وأجيب التالت. بس أنا عندي ratio between the 2 sides دول، يعني الـ AC to الـ BA equal أو الـ BA to AC بـ 3 to 5، يعني ده بـ 3M وده 5M. بس كده اتحلت مشكلتي. يبقى انا عندي ده باور 2 بلس ده باور 2 ايكوالز سوري ده باور 2 ماينس ده باور 2 ايكوال ده باور 2، يعني هقول له ان ال 5M all باور 2 ماينس 3M all باور 2 ايكوالز 64 all باور 2. طب الكلام ده بكام؟ ب 25M باور 2 minus 9m power 2 equals 64 power 2، يعني 16m power 2 equals 64 power 2 اللي هي equals كام يا شباب؟ 4096، يعني ال m power 2 equals 4096 divided كام؟ 16 اللي هي تطلع 250 6. طب انا عايز اطلع الام، يبقى هقول له روت ال 256 اللي هي 16 اللي هي كام؟ 16، يعني دي 3 تايمز 16 ب 48، ودي 5 تايمز 16 تطلع بكام يا شباب؟ تطلع ب 80. تطلع ب 80. يبقى احنا كده الدنيا مشيت معانا تمام، مفيش مشكله خالص وحلينا صح، لكن محتاجين بقى نجيب البريمتر، يعني البريمتر ايكوالز 48 plus 80 plus 64 اللي هي كام؟ تطلع 112 192 سنتيمتر. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال بتاعنا بيقول لي in the opposite figure ABCD is a quadrilateral in which XD bisect angle D AB to EB equals 2 to 3 وال AD per equal 6 وال DC equal 9. زي ما انا شايف كده هو عايزني اعمل بروف ان ال XEX parallel لل BC، وانا كده ربطت بين درسين، بين الدرس ده والدرس اللي فات. اولا من ال bisector since ان DX is bisector، اهو since ان DX bisect angle D، يبقى therefore ان DA over DC equals XA over XC، يعني equals كام؟ DA اللي هي 6 over 9 يعني equals 2 over 3. دلوقتي in triangle ABC since ان ال AX over XC اللي هي XA على XCD equals AE over EB،
equals 2 over 3. أنا أثبتت دلوقتي إن ده over ده equal ده over ده، يبقى ده بحسب الدرس اللي فات اللي هو درس Tully's Theorem والparallel lines and proportional parts، يبقى أنا على طول ده معناه إنه الـ XE يبقى therefore الـ XE parallel للـ BC. الفكرة سهلة جدا ولكن منتشرة وبتيجي في أسئلة كتير. نشوف السؤال اللي بعده. طبعا ده سؤال مشهور جدا بيقول لي prove إن الـ XY parallel للـ BC. نفس الكلام، أنا هشتغل على الـ bisector ده مرة ومرة هشتغل على الـ bisector ده. يبقى هقول له ان تريانجل دي بي اي دي بي اي سينس ان الدي بي اوفر دي اي ايكوالز او سينس ان هو باي سيكتور يبقى دي بي اوفر دي اي ايكوالز مين. انا قلت دي بي يبقى هقول له اكس بي على اكس اي دي نمبر كام؟ نمبر 1. التريانجل بقى الثاني اللي هو دي اي سي دي اي سي على طول عندي الدي سي اوفر دي اي ايكوالز مين؟ هقول له دي سي، يبقى انا هقول هنا واي سي على واي اي ادي نمبر 2. يبقى هقول له from 1 and 2 and since وكمان عندي ان CD اللي هي DC equals BD او DB يبقى therefore 1 equals 2. خلي بالك انت هنا تقدر تقول تشيل DB وتحط مكانها CD، يبقى ادي DB هنشيلها ونحط CD او DC، دي سي على دي اي ودي دي سي على دي اي، يبقى الاثنين دول قد بعض، يبقى therefore ال اكس بي على اكس اي equals واي سي over واي اي، يبقى على طول therefore بحسب الدرس اللي فات يبقى ال اكس واي parallel لل بي سي. شوف السؤال اللي بعده، دي فكرة مشهورة قوي بتيجي في الامتحان وبكذا شكل، يعني احنا بنجيبها وبيقلبها ويغير فيها حاجات لكن كله شبه بعض. السؤال نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط. أنا عندي هنا 2 triangles وعندي 2 bisectors، يبقى هقول له على طول الـ AB في الـ triangle الأولاني، يلا نسمي الـ triangle زي ما اتفقنا من زمان، أدي triangle ABC. أنا عندي الـ AX bisector، يبقى الـ AB over الـ AC كلها equals مين يا شباب؟ equals ال bx over ال xc. طيب وعندي ايه تاني؟ in triangle ال triangle التاني اللي هو اسمه ايه؟ acd ال a، خلي بالك ال ad over ال ac equals مين يا شباب؟ equals dy over yc. طيب دي هنسميها 1 ودي 2، وكمان عندي انه ال ab equal ال ad، نفس الفكرة اللي فاتت ال ab ده هو نفسه ال ad وال ac تكرر، يبقى therefore ال bx over xc equals dy over yc. السؤال عشان مهم فبيجي بكذا شكل، وعلشان كده اخترت ان انا احللكم عليه مرتين علشان نفهم بدل المرة مرتين. يبقى انا عندي هنا bx over xc equals dy over yc، يبقى انا خلاص therefore بقى المين اللي هو عايزه اللي هو xy parallel لل b دي. السؤال اللي بعده، سؤال جميل يا شباب، هو هنا بيقول لي find the length of AD. طيب علشان اجيب ال length of AD، مش ده bisector يا شباب؟ اه. طيب انت عندك مين؟ انت عندك length موجود؟ مفيش ولا حاجة موجودة. لا، نقدر نقول انه ال AD
على AC equal DM على MC وBD over BC equal DM على MC. يبقى هنقول إنه since إن الAD over AC equals DM over CM. ده في الترينجل مين؟ الترينجل الأولاني اللي هو in triangle ADC. طيب وفي الترينجل الثاني يا شباب اللي هو DBC. عندي البي دي عفوا over BC equals DM over CM. يبقى على طول من الكلام ده دي DM CM ودي DM CM. يبقى على طول therefore AD over AC equals BD over BC. طب الكلام ده هينفعنا في ايه؟ هنيجي نركز بالراحة كده. الـ AD موجود يا شباب ولا لأ؟ لأ مش موجود، بس هسميه X. يبقى هروح قايل له X over الـ AC موجود ولا لأ؟ بـ 8، أدي 8 equals الـ BD يا شباب بكام؟ الـ BD معرفوش، لأ أعرف إن هو 12 minus X لأن هو الباقي over الـ BC اللي هو كام؟ 16. يبقى كده نعمل cross multiplication، تبقى 16X equals 8 times 1296 minus 8x. عندي تيجي هنا تبقى 24x equals 96. يبقى ال x equals كام؟ يبقى ال x equals 4. يبقى أنا على طول عرفت إن ده 4 وده كام؟ 8. طيب هو عايز اللينث بتاع مين؟ ال AD اللي هو ال AD equals 4 سنتيمتر. نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي إذا كان AC to CD to AB to BD equal 15 to 10 to 9 to 6. Prove that إن الـ AD bisect الـ angle BAC. الموضوع ببساطة شديدة جدا. هتاخد لي الـ AC وتحط عليه كام؟ 15M. والـ CD وتحط لي عنده كام؟ 10M. وتاخد الـ AB تحط عنده 9M، وتاخد الـ BD وتحط عنده 6M، وكده تبقى اتحلت المشكلة. هتروح قايل لي إن الـ AB over AC equals كام؟ 9M over 15M اللي هي equals 3 over 5. وبعدين تروح واخد الـ BD over الـ CD وتقول لي 6M over 10M اللي هي برضو 3 over 5. يبقى therefore الـ AB over AC equals BD over CD. يعني therefore الـ AD bisect angle A أو الـ BAC. خلي بالك إن إحنا قلنا في البداية خالص في الكورولا أو في الثيرم إنه الثيرم وعكسها صحيح زي ما تعودنا في الجيومتري دايما. يعني لو كان ده أوفر ده إيكوال ده أوفر ده يبقى ده بايسكتور. شوف السؤال اللي بعده واللي هو آخر سؤال معانا. هنا بيقول لي إذا كان الـ ED parallel للـ XY parallel للـ BC and dA times bx equals ac times ex. then prove ان الAy bisect الانجل CAD. هنشوف الانجل CAD فينها. انا عايز اثبت ان الAy ده bisector. طيب هو انا عندي هنا ايه؟ ED دول التلاتة parallel، وعندي ان الAD times bx اللي هو ده equals AC times الـ EX اللي هو ده. طب بالراحة كده هقول له since إن الـ AD times الـ BX
equals AC times الـ EX. هنركز في حاجة، هو أنت عايز تثبت إيه؟ وأنا قلت دايما في الجيومتري إحنا ممكن نبدأ من الآخر للأول نكسب أكتر. عشان نثبت إن الـ AY ده بايسيكتور يبقى أنا عايز أقول AD على AC equal ده على ده. طب ما أنا هنا عندي AD وعندي AC، أقدر أقول منها إن الـ AD over الـ AC، أنا جبت الـ AC دي شلتها وحطيتها تحت، equals الـ EX زي ما هي over ونشيل الـ BX ونحطها تحتها. طيب دي نمبر A 1، وهقوله since إن الـ ED parallel للـ XY parallel للـ BC يبقى therefore من Tully's theorem يبقى أنا وصلت لـ A إن الـ EX over الـ BX equals كام؟ equals الـ EX over الـ BX equal DY over YC. يبقى therefore ادي number 2. خلي بالك يا جميل، عندك A، عندك EX over BX وعندك EX over BX، يعني الاتنين قد بعض، يبقى الـ AD over الـ AC equals dy over yc، يعني therefore الـ ay is bisector of الانجل اللي هو عايزها اللي هي ca. كده يا شباب نبقى خلصنا درسنا بحول الله وقوته، الحمد لله. اعتقد ان احنا فهمنا كده الفكره ايه. نبدا نحل بقى الاسئله بتاعه الام اس كيو، نبدا نحل اجزاء الاسئله باشكالها المختلفه علشان نعرف ازاي ممكن نوظف المعلومات اللي خدناها من الدرس بتاعنا النهارده في حل مسائل بالربط مع دروس التاريخ.